السلام عليكم شباب. يا ولد تيست اخير بس شيكوا كاميراتكم. هذا تيست مايك 1 2 3. ها شباب هسه تمام بس خليه يحكي. هذا تيست مايك 1 2 3. هذا تيست يا ولد تيست اخر تيست. هذا تيست مايك 1 2 3. افتح يمك. الو الو 1 2 3 تيست. الو الو 1 2 3. الو الو 1 2 3. ترجمة هسه راح يحكي وياك. اوكي ترجمة وياكم ماشي. علي تشيك هذا اوكي شباب. اي مشتغل يمي اكو صوت بالترجمة. اي اسمعك زين واضح كلش واضح الترجمة عندي. اوكي علي يمك واضح ماشي. اوكي شباب يلا انتظر.
أم أفت. أوكي. Yes, please. Because I'm going to talk in Arabic. If you don't mind. السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم. وأود أن أرحب بزميلي وزير خارجية أوكرانيا السيد ديمترو كوليبا، وكان لي الشرف أن ألتقي بمعالي الوزير في أماكن أخرى ومناسبات أخرى. أود أن أرحب به في زيارته إلى بغداد، وطبعا هذه زيارة مهمة، وبالنسبة للسيد الوزير هي زيارة الأولى كوزير يزور بغداد، فأهلا ومرحبا به. في اللقاءات السابقة مع السيد الوزير كنا ضمن مجموعة الاتصال، اللقاءات الأولى كنا ضمن مجموعة الاتصال، وهي المجموعة المنبثقة منطلقة من قرار الجامعة العربية للتواصل مع الجانبين في الحرب، مع روسيا الاتحادية ومع أوكرانيا، وتواصلنا بالفعل مع الجانب الروسي، وكان لنا لقاءات في موسكو، وذهبنا إلى وارشو، وكان لنا لقاءات بالسيد معالي الوزير. واللقاء الأخير قبل زيارة السيد الوزير إلى بغداد كان في شهر فبراير شباط في ميونخ. هذه اللقاءات مستمرة. اللقاءات لها علاقة أولاً بالعلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وأوكرانيا. العلاقات الثنائية قبل الحرب كانت قوية، وكانت هناك علاقات تجارية اقتصادية ثقافية. العديد من الطلاب العراقيين كانوا يدرسون في أوكرانيا وفي العاصمة كييف، والعلاقات الدبلوماسية مستمرة مع أوكرانيا. وبعد الحرب استمرت هذه العلاقات، ولكن تأثير الحرب على التواصل التجاري معلوم. مع هذا أوكرانيا دولة مهمة، دولة زراعية مهمة، دولة صناعية مهمة، ونحن نؤكد على استمرارية هذه العلاقات وتوسيعها. بالنسبة للحرب الدائرة هناك، نحن ننطلق من مجموعة من المبادئ. أولا من مبدأ اللي إلى علاقة بالوضع العراقي والتجربة العراقية. العراقيين عانوا من الحرب، ومحتمل إذا نجمع السنين من الحروب الخارجية والقتال الداخلي، أنا دوما أؤكد أنه نرجع إلى 50 سنة، يعني نصف قرن من القتال والحروب في العراق. فلهذا مبدئيا من الصعب لنا أن نكون مع الحرب، ولهذا مبدئيا نسعى دوما أن نكون جزءا من الحل. بالنتيجة الحروب تنتهي بالمفاوضات والحوار، لهذا نؤمن بلغة الحوار. لهذا حينما نتفاوض أو نتباحث مع المسؤولين في موسكو، والسيد الوزير لافروف كان هنا وفي نفس القاعة، ذكرنا هذه المبادئ
قلنا لهم أننا مع وقف إطلاق النار والبدء بالمباحثات. إذن لدينا المسألة المبدئية وبالإضافة إلى مبادئ أخرى. العراق من مؤسسي الأمم المتحدة، لذا نحن نؤمن بميثاق الأمم المتحدة، وميثاق الأمم المتحدة تمنع، والقانون الدولي يمنع أنه السيطرة على أراضي دولة أخرى. فمن هذه المبادئ ومن هذا المنطلق نبني سياستنا الخارجية، ونتواصل دوما مع الجانبين لطرح مسألة أنه كيف نستطيع أن نساعد كدولة العراق، لكن أيضا ضمن مجموعة الاتصال. في مباحثاتنا اليوم تحدثنا عن مجموعة من القضايا الثنائية، بالإضافة إلى كما أشرت إلى مسألة الحرب، إلى كيفية استمرار هذه العلاقات التجارية وكيفية تقويتها. والسيد الوزير تحدث عن مجموعة من القضايا والتي يمكن العودة إليها والتعاون في هذه المجالات. في مجالات لها علاقة بالزراعة، بالصناعة، بالتجارة وبالثقافة. تحدثنا أيضا في لقائنا اليوم عن مجموعة من القضايا تخص المنطقة وتخص نتائج الحرب وأبعاد الحرب، وخاصة أبعاد الحرب الاقتصادية وتأثير الحرب على سعر الطاقة ومواقف بعض الدول الأخرى. للسيد الوزير لقاءات أخرى في بغداد، و أعتقد أن هذه زيارة مهمة، والكثير سواء في الداخل العراقي أو محيط الإقليمي أو العالمي ينظرون إلى هذه الزيارة ومعاني هذه الزيارة. ولهذا نستطيع أن نقول أن هذه زيارة مهمة لمستقبل العلاقة بين العراق وأوكرانيا، وأيضاً لدور العراق المستقبلي في مساعدة أوكرانيا وروسيا. طبعاً دور العراق المستقبلي ضمن هذه المجموعة، مجموعة الاتصال، في مساعدة الطرفين للوصول أولاً إلى وقف إطلاق النار، وثانياً بدء المباحثات. معالي الوزير، سعيد باللقاء وشكراً جزيرا على هذه الزيارة، ونتطلع إلى مشاورات أخرى، وخاصة بدل المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية، وزارة الخارجية العراقية ووزارة الخارجية الأوكرانية. وعلى ضوء المشاورات السياسية أيضا ستحدد مجموعة من التعامل مع مجموعة من القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية. شكرا جزيلا معالي الوزير، وأهلا ومرحبا بكم. شكرا مينستر حسين، thank you for your warm hospitality and welcome in Baghdad. It actually brings me great pleasure to be the first foreign minister of Ukraine who visits Iraq in the past 11 years. But it also shows how much forgotten our relationship has become.
We have to meet and talk more often at all levels. And of course, I cordially invite Minister Hussein to visit Ukraine. But today we also agreed to revive sectoral contacts between our respective government agencies to discuss what Ukraine and Iraq can do together in the field of trade, in the field of education, digitalization, and other areas. So the purpose of my visit is a follow-up to the phone conversation between President of Ukraine and Prime Minister of Iraq. Both leaders expressed their willingness to boost our bilateral relations because we traditionally enjoyed very good relations. And I would think it would not be an exaggeration to say that I came here to help reinvent the Ukrainian-Iraqi relations. And I am pleased to see that there is a will to achieve the same on the Iraqi side. Iraq is changing. I noticed that, frankly speaking, back in the beginning of this year, when you hosted the football cup and you won it. And it's a big achievement to host international events at high level and especially to win in them. So congratulations to the people of Iraq and to your football players who reminded everyone in the region and in the world how strong Iraq is. I think we can achieve a lot together by going through all of the aspects of our bilateral relations and identifying common projects as in the spheres which I mentioned. And this is what hopefully our respective ministries and government agencies will follow up on as a result of my visit here and the conversation that we had and the conversations that I will be having in Baghdad. Iraq has supported Ukraine on international stage since the beginning of the large-scale invasion of Russia into Ukraine. We particularly appreciate the positive votes of Iraq in the United Nations General Assembly. It's a clear message that for Iraq, principles matter. And this is what Minister said, and this is what we discussed. And the principle that are at stake are here are peace and territorial integrity. Ukraine is fighting in a war against a foreign invader. And we fight only for peace and our territorial integrity. I think these two notions are very close to the people of Iraq and to the leaders of Iraq. We now understand you much better. And I didn't have to explain to Minister Hussein what we are going through because he perfectly understands it from the tragic experience of his own country. And yes, when there is a war, there are usually at least two countries involved in it, and that is the case. You have to understand that the difference between Ukraine and Russia is very simple. Ukraine wants peace, and Russia wants war. And there is no other country in the world that wants peace more than Ukraine. But like every other country in the world, Ukraine is not ready and will never be ready to concede any square meter of its territory to a foreign invader. Our goal in this war, in this just war, is very simple.
to liberate our land from foreign occupation. Period. And this is why President Volodymyr Zelensky put forward the peace formula, a 10-point document that demonstrates the way towards peace in Ukraine. I very much appreciate the reaction of Minister Hussein to the proposals that I came with, and especially your words that Ukraine is trying to develop and new projects with other countries and against the background of the war. Yes, this is what we are trying to do. And in particular, despite the blockade of Ukrainian ports by the Russian Federation, we still found a way to export our grain to consumers around the world, especially in Africa, Middle East, and Asia. And more than 100,000 tons of Ukrainian grain reached Iraq, despite the blockade, because Ukraine has always been and will continue to be one of the guarantors of global food security. If Russia lifts its blockade of ports, we will be able to export even more of bread, oil, sunflower oil, not the oil that Iraq exports, and other products to keep food prices stable globally. This is what we are very much open to, and we are ready to work with our Iraqi friends on this particular issue. We want to be friends with everyone who stands by principles, and we are friends, and Iraq is one of those countries. I think what we really have to do is just to fill our genuine friendship and partnership with specific projects and programs, which we historically enjoyed. But at a certain moment, we lost this dynamics, and this is why we are reviving it now. So, Minister, thank you once again for hosting me in Iraq. And I also take the opportunity of the presence of the media to convey best wishes to the people of Iraq on the occasion of Ramadan. Ramadan Karim, may peace be with you. May your country be able to focus only on its development, overcoming the tragic consequences of the wars and conflicts, and further strengthening its positions in the region, but also globally. The policy of this government, and Minister Hussein in particular, is already producing tangible results, and the world is reopening Iraq for itself, and we will reopen or reinvent our bilateral relations. Thank you. سامر يوسف من قناة الجزيرة. معالي الوزير، لدي سؤالين سريعين لو سمحت. في 6 فبراير الماضي سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي كان هنا، اليوم وزير الخارجية الأوكراني هنا. بغداد لها ربما تاريخ في عقد المفاوضات بين بلدين، هذا ما شهدناه بين طهران والرياض في بغداد لخمس جولات. هل يمكن لبغداد أن تكون مكان لمفاوضات لتبادل رسائل بين أوكرانيا وروسيا؟ هذا أولا. ثانيا، ما موقف العراق من الأزمة في السودان مؤخرا؟ هل هناك تحرك قادم للعراق بهذا الخصوص؟ شكرا. شكرا جزيلا على طرح هذا السؤال. في الواقع أنا قلت أن بغداد لها تجارب الآن في التواصل مع الدول اللي في حالات
يعني بينها حالات توتر أو حروب. بغداد مستعدة لكي تكون في خدمة السلام وبغداد السلام. وأنا حينما تحدثت عن أنه تجاربنا وتجارب العراقيين من هذه التجارب نستوعب الدروس، فلهذا نؤكد مرارا وتكرارا أننا ضد الحرب وأننا نؤمن بالحوار والمفاوضات، لكن الحوار والمفاوضات يحتاج إلى طرفين. حينما يصل الطرفان إلى قناعة أنه من الضروري البدء بالحوار، بغداد ستكون في خدمة طرفي النزاع. في الواقع حينما تم طرح فكرة مجموعة التواصل في الجامعة العربية، نحن كنا البادرين في طرح هذه الفكرة وتأسيس هذه المجموعة والقيام بالزيارات إلى العاصمتين موسكو ووارشو آنذاك. إذن نحن مهتمين بهذه المسألة، مهتمين لأن من منطلق مبدئي، ولكن أيضا مهتمين من منطلق أنه استمرارية الحرب قد تكون خطرة ليس فقط على البلدين ولكن على العالم. فاستمرارية الحرب لا تعني أنه الحرب تبقى في حدود معينة، ولا تبقى أنه باستعمال الأسلحة التقليدية. إذن هناك خوف أن استمرارية الحرب في هذا الإطار ستؤدي إلى كارثة على البشرية وعلى العالم. لهذا بغداد مستعدة لو طلب من بغداد القيام بهذه الوساطة، ولكن نحن أخذنا المبادرة وضمن هذه المجموعة، مجموعة السبع، لكي نقوم بالاتصال، وسوف نستمر بالاتصال بين مع طرفي النزاع. بالنسبة للسودان، أعلننا في بيان ندعو إلى التهدئة وإيقاف القتال بين طرفي النزاع في العاصمة وفي بعض المدن الأخرى، ونتابع الأحداث بدقة، وأيضا نتابع الأحداث من خلال التواصل مع زملائي الوزراء الآخرين. ولكن استمرارية النزاع في السودان خطر على ليس فقط على الشعب السوداني ولكن على المنطقة. فلهذا رأينا أنه في إطار الجامعة العربية كان هناك بيان واضح، ونحن نؤيد مبادرة الجامعة العربية في هذا المجال. ووزارة الخارجية أيضا أعلنت في بيان وزارة الخارجية العراقية أنه ضد استمرار هذا القتال ومع التهدئة والحوار بين الأطراف المتنازعة في السودان. شكرا جزيلا. مع الوزير فاروق صالح مراسل قناة السومرية، تحدثتم مع الوزير عن التخوف من اتساع نطاق الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وربما يكون هذا السبب وراء المبادرة العراقية للتوصل بين الطرفين في محاولة لإيجاد الحل. هذه المبادرة، نسأل عن المبادرة العراقية، هل حظيت بدعم مجموعة التواصل داخل الجامعة العربية، وما هي الأسس التي يمكن أن يتحرك وفقها العراق لتحقيق هذه الوساطة؟ أريد أن أكون واضحا، نحن لم نطرح الآن مبادرة عراقية. المبادرة قديمة، يعني قبل حوالي سنة تم طرح هذه المبادرة وتم تشكيل هذه المجموعة. أما الآن طبعا مع معالي الوزير كانت لي فرصة أن نتبادل الأحاديث حول الوضع الحالي للحرب وآثار الحرب على أوكرانيا، آثارها الاقتصادية، آثارها المجتمعية السياسية، ولكن لكل حرب أبعاد أخرى. وتحدثنا عن أبعاد الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، سواء على مسألة الطاقة أو الأمن الغذائي. أوكرانيا مثل ما ذكر معالي الوزير دولة مهمة ودولة زراعية قوية،
والأمن الغذائي في العالم تأثرت بسبب حرب في أوكرانيا. فلهذا الحرب أبعاد مختلفة. فالسيد الوزير تطرق إلى كل هذه المسائل في حديثه معنا، ولكن بالعودة إلى مسألة المبادرة، نحن مرة أخرى مستعدين لتفعيل مجموعة الاتصال والعمل بهذا الاتجاه لو استلمنا أي إشارة من كييف أو من موسكو، ونتباحث في هذا المجال مع دول مختلفة. مسألة الحرب في أوكرانيا لا تخص فقط روسيا وأوكرانيا، وإنما تخص دول مختلفة، وفي الواقع تخص العالم. لهذا المباحثات تجري على قدم وساق مع جميع القادة والمسؤولين في العالم حينما نتباحث حول الوضع الأوكراني والحرب في أوكرانيا. صباح الخير، بدر الركابي من قناة التغيير الفضائية. أسأل السيد ديمترو، العراق عبر وزير الخارجية سيد فؤاد حسين وموقف وزارة الخارجية أعلن الدعم من أجل إحلال السلام ومد العراق يده لتحقيق السلام. خلال هذا المؤتمر لم تتطرقوا إلى موقف بغداد ومبادرة بغداد فيما يتعلق باليوم البدء بالمفاوضات وكذلك إيقاف إطلاق النار. من هذه الجزئية أنطلق، هل أنتم اليوم داعمون لمبادرة العراق فيما يتعلق ببدء المفاوضات؟ وفي حال أتيحت إمكانية لعب بغداد لهذا الدور، هل لديكم هذا الدعم الكافي لدور العراق؟ وأيضا هل سيكون هناك خطوات مثمرة فيما يتعلق بدور العراق لتحقيق السلام وبدء المفاوضات وإنهاء الحرب مع موسكو؟ شكرا جزيلا. As I mentioned, we in Ukraine, we want peace. And of course, we have our vision of how this peace can be achieved, which is the peace formula presented by President Zelensky. We welcome every effort to restore peace in Ukraine. But there is one key cornerstone that must be laid down at the very foundations of every effort. And that cornerstone is the restoration of Ukraine's territorial integrity. So we are ready to talk with anyone and engage with anyone whose approach to restoring peace is based on the idea that Ukraine must restore its territorial integrity. When I look at the map, at the combat, you know, every morning I begin my day with a map, an updated map on the situation on the front line. And the front line in Ukraine, the front line of active combat, is around 1,500 kilometers long. It's not in Russia, it's happening in Ukraine. And everywhere along this line, Russia is trying to advance. They're pushing harder in one point, they are just testing the ground in another point, but not in a single direction. Russia is standing or retreating. I hope you understand that when a country that invaded its neighbor wants peace, it has to behave differently. You cannot say that you stand for peace while trying to grab more territory, while trying to commit more atrocities and destroy villages and towns. Some villages and towns in eastern Ukraine, they do not exist anymore because they were razed to the ground by Russian artillery. They just moon landscape. People will never live there again. So you don't behave like this when you want peace. So whatever Russian officials are saying, as I mentioned, Russia today, Russia wants war.
And time has to mature for peace effort. Between 2014 and when Russia illegally occupied Crimea and parts of our territories in the east, and February 2022, when Russia launched large-scale invasion, there was a diplomatic process. There was a trilateral contact group. There was a Normandy format. There were Minsk agreements. There was very complicated work being done by diplomats. There were attempts to establish ceasefire, which Ukraine followed and Russia didn't. But this effort, this diplomatic effort, resulted in a large-scale invasion. So as I said, there is this saying that you need two for tango. We need Russia to agree with a very simple fact. It has to stop the war and withdraw from the territory of Ukraine. This will give space to diplomacy. Thank you. مساء الخير، منة الله ظاهر من تلفزيون الشرق الأخبار. سؤالي لحضرتكم حول أن نظيركم الأوكراني ذكر أن هنالك 10 نقاط ناقشتموها لإحلال السلام في المنطقة وإيقاف الحرب بين روسيا وأوكرانيا. هل سيكون العراق لاعبا أساسيا في إيقاف الحرب كما كان لاعبا أساسيا في إعادة العلاقات الإيرانية السعودية؟ وسؤالي للسيد فؤاد حسين حول أوضاع الجالية العراقية في السودان. يعني مشترك الإجابة هذه. حول أوضاع الجالية العراقية في السودان، هنالك عراقيين من الطلاب والدارسين وأيضا البعثة الدبلوماسية العراقية. The interpretation was slightly interrupted, but if I got everything right, I would like, of course, to commend the Iraqi diplomacy for playing an important role in building this. There is this French diplomatic word, rapprochement, which is means getting closer and settling differences between Iran and Saudi Arabia. This speaks, as I said, for the quality of the Iraqi diplomacy. And of course, this experience and this success testifies that Iraq knows how to build bridges. But we should ask ourselves a question: why was this bridge built now and not a year ago or 2 years ago or 3 years ago? And the answer is simple: because the moment has to come. So we definitely see Iraq as a country that is capable of building bridges. But as I said, Russia is on the offensive. Russia is seeking war. And this is the biggest impediment, the biggest hurdle on the way to peace. I hope I got your question right, yes, and I gave you a right answer. You got that question, I think. معالي الوزير حينما يقيم السياسة الخارجية العراقية في هذا المجال وفي هذا الإطار، ويشير إلى أن العراق يستطيع أن يبني جسور بين الأطراف المتحاربة أو المتنازعة أو الأطراف اللي بينها توترات، هذه التجربة نحن نضعها في خدمة الآخرين. حينما نتحدث عن أوكرانيا لا نتحدث عن إنهاء الحرب. إنهاء الحرب شيء، ووقف إطلاق النار شيء آخر. نحن نتحدث عن وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار يعتمد على أنه بدأ الحوار. حينما نتحدث عن وقف إطلاق النار نتحدث عن بدء الحوار، ومن خلال الحوار الوصول إلى إنهاء الحرب. ممكن إنهاء الحرب أما بانتصار فريق على فريق آخر، وتدمير
الفريق الآخر، ولكن النتيجة أهم في تلك المرحلة. نحتاج إلى حل. إذن نحن نتحدث عن أولاً وقف إطلاق النار لبدء بالحوار وعن طريق الحوار وصول إلى الغايات المرجوة. أنا أفهم معالي الوزير المحترم حينما يتحدث عن عن مناطق من أوكرانيا تحت السيطرة الروسية، ولكن السؤال بالنسبة لنا وفي هذه الحوارات والنقاش مع معالي الوزير، مع معالي وزير لافروف ومع الآخرين، نطرح هذا السؤال: هل عن طريق الحرب تصل إلى السلم أو عن طريق وقف إطلاق النار وعن طريق الحوار والمفاوضة؟ إذن نتحدث عن الوسيلة للوصول إلى الهدف. نحن نرى الوسيلة أنه وقف إطلاق النار وعن طريق الحوار. طبعا بالنتيجة ما ذكره معالي الوزير هو صحيح، وقف إطلاق النار يحتاج إلى موافقة الطرفين، بدون موافقة الطرفين ما ممكن أنه الوصول إلى وقف إطلاق النار. ونتمنى نحن أن يصل الطرفان إلى هذه القناعة، وبالتالي الوصول إلى أولا وقف إطلاق النار وبعد ذلك مفاوضات ثنائية أو دولية. بالنسبة لوضع جالية في السودان، أنا من يوم أمس من خلال الدوائر المختلفة على اتصال مع البعثة، وأولا الحمد لله أعضاء البعثة في أمان وسلام، ونشكرهم لأن هم يتواصلون معي عن طريق الوكلاء وعن طريق مسؤولي الدوائر. نشكرهم على تصرفهم الصحيح وحماية أعضاء البعثة وأيضا الجالية العراقية في خير. ونتمنى أنه الانتهاء من هذه المشاكل خلال الأيام القادمة، لأن أشعر أن على العديد من الدول، سواء دول عربية ودول غير عربية ودول إسلامية، بدأوا بضغط على الطرفين، طرفي النزاع في السودان، لوقف هذه المعارك وحل المشكلة بطرق أخرى. ونحن متفائلين بالنسبة للوضع السوداني والجالية العراقية بخير. شكرا جزيلا للجميع.